السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فتاوى الناس ليوم الجمعة. نتحدث اليوم عن بعض أحكام صلاة الجماعة. كان سؤالنا اللي نذكر حضراتكم بيه على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ماذا تفعل إذا تيقنت خطأ الإمام في الصلاة؟ هذا السؤال وغيره بالتأكيد، بالإضافة إلى أسئلة واستفسارات حضراتكم في هذا الموضوع وغيره، يسعدنا أن نطرحها على مولانا الجليل فضيلة العالم الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء. مرحبا بك يا مولانا، أهلا وسهلا. أولا يعني تأذن لي أسأل فضيلتك عن حكم رد الإمام، هل يجوز للمأموم أن يرد الإمام إذا أخطأ في الصلاة مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الإمام ده هو القائد بتاع الصلاة زي بيسموه كده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قام فقوموا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما صلوا قياما، وهكذا. فده هو القائد اللي بنمشي وراه في الصلاة، لأن أي حاجة فيها جماعة، في أي حاجة لازم يبقى في ليدر، في قائد يقود العملية من باب السستمة أو السيستم أو باب حسن الإدارة زي ما نسميه. فالإمام هنا هو القائد. طيب الإمام هنا أخطأ في القراءة، أنا فايدتي كمأموم، عشان بس بعض السادة المصلين بيعملوا إيه؟ يبادرون للرد على الإمام، وممكن الإمام إيه؟ بيتنفس بس. فعشان خاطر بعض الناس اللي قلة خبرتي عاوز اخد ثواب، او يعني انا عرفت ارد الامام، عرفت اكمل له اللي نسيه او اصحح له شيء، بس ننتظر الاول الامام اذا نسي ننتظر قليلا، ممكن بيرجع الايه ويجيبها تاني، او ان هو بيوقف شويه بيتذكرها، فاحنا نرده نكمل له الايه. طيب اخطا الامام خطا في قراءه الايه، هنا العلماء بيقسموا: هل الخطأ يغير المعنى؟ فإذا كان يغير المعنى نرد عليه، يبقى هنا يغير المعنى وجب الرد عليه. ما يغيرش المعنى، قال لك يستحب الرد عليه طالما أنه لم يغير المعنى، يستحب مش واجب. مش واجب نقول له كذا، خاصة في الضبط والتشكيل. فهنا بنقول بالراحة وإحنا بنرد على الإمام، يبقى أرد على الإمام عندما يكون هناك خطأ يغير المعنى في الآيات في التشكيل، فهو قال كلمة شديدة ما ينفعش، يعني عندما يقول مثلا حضرتك يقول يعني صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت مثلا، يبقى أنعمت أنا، الإمام بيقول عن نفسه أنعمت أنا، لا أنعمت يعني يا الله، تاء الخطاب المفتوحة مش تاء المتكلم. فهنا نقول له لا، نقول له أنعمت، ولازم نقول له كده لأن ده يغير المعنى، يغير المعنى. فهذه هي المواطن التي نرد فيها على وجه الوجوب، إنما استحباب نسي أو سب يعني إيه آية وقرأ اللي بعديها، يا يستحب إن إحنا بنقول إيه؟ نفتح عليه. شوف بقى بنقولش إيه صحح له، نفتح عليه. نعم. طيب لو الإمام أخطأ في ترتيب الصور، يعني إيه الحكم هنا؟ حكم مخالفة ترتيب الصور أو ما نطلق عليه التنكيس يا مولانا، هل على المأموم شيء وقتها؟ لا، ليس على المأموم شيء. ليه؟ التنكيس الأول عشان نعرفه للسادة المشاهدين، إن إحنا في تنكيس الصور وإحنا في صلاة واحدة كأنها يونت واحد او وحده واحده، فيجي في الركعه الاولى يقرا الفاتحه ويقرا مثلا ايه الم نشرح لك صدرك، خلاص. طيب ويجي الركعه الثانيه يروح على الفاتحه والضحى والليل، تقول له يا مولانا ما هو الضحى والليل دي قبل الم نشرح لك صدرك، كنت خليت الثانيه، يبقى هي الم نشرح لك صدرك والاولانيه والضحى، فاسمه تنكيس ترتيب، يعني عكست الترتيب. فعكست الترتيب، العلماء قالوا خلاف الاولى. خلاف الاولى حاجه ايه؟ يعني مقروها كده خفيفة، قراءة خفيفة. يستحب هذا حضرتك الترتيب بين الصور. الآيات لا نرتب الآيات، ما هو يعني يجي بقى نقول آخر سورة البقرة وبعدين نجيب أول سورة البقرة، فهنا الخلاف هيزيد أكتر، القراءة تزيد أكتر لأنه في سورة واحدة. يبقى بين الصور وبين الآيات هناك اختلاف في هذا الأمر، إنما هو قرأ كده يجب علي أن أنا أصحح له ولا أعمل حاجة، أسيبه. ليه؟ لأنه لا يبطل الصلاة ولا يغير شيئا في المعنى، ومن ثم ليس واجبا علي أن أرد على الإمام في هذا الأمر حتى لو نكس بين الصور اللي هي بعد الفاتحة. عظيم. لا. طيب لو أخطأ الإمام مولانا في الركوع أو في السجود، ماذا على المأموم أن يفعل أيضا؟ إحنا عاوزين نعرف أن أخطاء الإمام متعددة، فعشان بس نعرف السبب المشاهدين، دخلت مع إمام فالإمام ما قالش تكبيرة الإحرام،
ما قالش خلاص، ما قالش الله اكبر دي تكبيره الاحرام. وسيدنا بقى قال يعني ايه؟ قال يعني الصلاه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شوف يعني اولها واخرها، بيجيب سيدنا النبي الايه والزد او الالف والياء او اولها واخرها، فبيقول ان اولها التكبير. جه الامام ما كبرش الله اكبر تكبيره الاحرام. هنا ما فيش صلاه اصلا. نعم. هو ليس اماما عشان اصلي وراه. نعم. ما دخلش في الصلاه اصلا، يبقى لا اتابعه في هذا لانه لم يدخل الصلاه. انما لو اخطا في الركوع والسجود، يعني ايه اخطا؟ يعني ما ركعش، فانا لازم اذكره اقول له سبحان الله. وبعض الحالات بتحصل او في السجود عمل سجده واحده فاقول له سبحان الله عشان يسجد الثانيه، يفضل الامام هتلاقيه هيتبرجل، هو انا نسيت ايه؟ نسيت السجود ولا نسيت بين السجدتين ولا إيه؟ يفضل متبرجل. عند السادة الملكية حلنا المشكلة ايه؟ ممكن تفتح على الإمام فيها تقول بقيت سجدة، شوف كلمتين بق، تقول أقل كلام وبيسموه كلام لمصلحة الصلاة فلا يبطل الصلاة، تقول بقيت سجدة لما تلاقيه مضطرب تقول بقيت سجدة والباقيين ساكتين خلاص. يبقى كأن كده بقيت سجدة بالفعل، يبقى الإمام يسمع كلامه هنا ويسجد سجدة. إنما لو الإمام ما سمعش الكلام وهنا يعني وفات سجده وكله سكت وفات سجده بالفعل، يقول سبحان الله بقي، وهو مش سائل، قال انا همشي على ظن نفسي وقام. في الوقت ده هنضطر ان احنا ننوي المفارقه مع الامام خلاص، اذا لم نلحق ان احنا نسجد سجده تانية لوحدينا، فنسجد سجده تانية عشان ندرك بتاع ونقوم مع الامام، او ان احنا ننوي المفارقه مع الامام. ليه؟ من متابعه الامام، لان متابعه الامام دي حاجه مهمه جدا. عندنا القائد لازم يسمع كلامه في الصلاه جدا وما نخلفوش. انما لو لقي وقع في خطا يقيني نقول له احنا في الصلاه زي ما احنا وهننوي المفارقه، بحيث ان انا هصلي لوحدي وانت هتصلي لوحدك. طيب لو تيقن الماموم يا مولانا من خطا الامام في الصلاه، تاكيد اهو تاني عشان فضلتك زي ما تفضلت، اذا يجب عليه المفارقه ويجب عليه المفارقه ولا يستحب؟ يجب. لم يجب اذا لم تيقن. يستطع لا لا اذا لم يستطع تدارك هذا الركن. لو استطاع تدارك هذا الركن يجيبه، لكن يجيب الركن. لكن ما ينفعش يكمل ويركع وبعدين يبقى يسجد سجده سهو مثلا، لا ده لازم الاتيان بالركن. ده عشان كده يعني عشان كده بيقول الامام لو نسي التشهد الاوسط بتاع نقول ما فيش مشكله. نتابع الامام لان متابعه الامام اهم. انما يترك ركن من اركان الصلاه لا. طيب تأذن لنا ناخد بعض الاتصالات يا مولانا، وهنستكمل مع فضيلتك ما لدينا من أسئلة. أختنا أم محمد تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤالين. السؤال الأولاني لما أزور ابني في التراب، ابني صغير أزوره في القبر، هل يجوز إن أنا أقول له مثلا سامحني أو اشفع لي عند ربنا إن هو يسامحني؟ حاضر. السؤال الثاني، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده دكتور مجدي، انا كنت سالته قبل كده ان ابني كان متوفي وقلت لي ان كان ممكن ما كنتش هتخش الجنه، ف يعني انا بسبب ذنوبي مثلا ابني توفى، ولو لو كنت عايشه مطيعه لربنا كان زماني مثلا ابني ما ماتش. يعني ربط الموت حضرتك بان انت عملتي حاجه؟ لا يعني انا في حياتي عموما كنت عملت ذنوب كتير لدرجه مثلا ان ابني يتوفى، مع ان بشوف ناس كتيره مثلا يعني ناس سرقت، ناس زنت، ناس عملت كبائر كتير، ما ربنا ما بلاهمش البلاء ده. حاضر حاضر. فانا ساعات بيضيق صدري كده وبحس ان انا مذنبه، بكره نفسي وببقى مش طايقه نفسي وزعلانه من نفسي، بقول لنفسي انا بحمل نفسي السبب ده، واقول لنفسي انا السبب في موت ابني. هو مات عمره 13 سنه. وبعدين كان ابني دوت يعني يعتبر كان عندي ولدين، ابني التاني كان قريب لباباه واللي مات ده كان قريب مني جدا، فحاسه ان هو اكتر عقاب ليا انا مش لباباه، لان كنت متعلقه بيه جدا. ماشي يا ماما. انا متعذبه قوي فضلت الشيخ. لا حول. هوني على نفسك. عايز اعرف امتى يكون يعني امتى يكون عقاب وامتى يكون رفع للدرجات. حاضر. وبالله عليك تقول لي ازاي يعني اصبر ازاي؟ يعني حاضر. انا ساعات بروح ازوره وبقعد اقول له سامحني يا ابني، انا حتى كنت بعملها معايا، كنت ساعات بضربه عشان الصلاه، وكنت ساعات يعني انا كنت عايزه يطلع احسن واحد في الدنيا، كنت ساعات بدي ايدي عليه، فبندم على الحاجات دي كلها وندمانه. حاضر يا محمد، هوني على نفسك ان شاء الله فضل الدكتور مجدي يجيب حضرتك. الاستاذ محمد تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ شريف ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله يا فندم. فضلت الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم ربنا يبارك فيك. معلش انا عندي سؤالين في عجاله يعني. اتفضل يا فندم.
دلوقتي أول سؤال، الجماع في نهار رمضان هيقتضي الزوج يصوم 60 يوم والزوجة تصوم معاه، ولا ممكن يعني يطلع عنها مثلا إطعام 60 مسكين؟ طيب ولو كده إطعام 60 مسكين هيبقى يتوجب لهم كام مثلا يعني فلوس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، سيدنا النبي في حديث قال صلوا وراء كل بر وفاجر، عايز أفهم معنى الحديث ده. حاضر، شكرا أوي لفضيلتك. ربنا يبارك فيك. صلوا السلام وراء ايه يا عليكم. مولانا؟ وراء كل بر وفاجر. استاذ علي اتفضل. يا علي، الو ازيك يا الو علي؟ اتفضل يا علي. الو سامعك، اتفضل سؤالك يا علي. اهلا الحمد وسهلا لله. حبيبي ينفع اتكلم فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ سامعك، اتفضل. هو لو سمحت فضيلة الشيخ، هو بالنسبة للصلاة الفائتة، هو سنة الفجر المؤكدة بتصلى في، يعني لو انت عندك فجر فائت تصلي السنة المؤكدة معاه؟ انت سنك كام ولا يا علي؟ تصليها عادي كده؟ سنك قد ايه؟ عندك كام سنة يا علي؟ 10. ما شاء الله، ربنا يحفظك. عندي حاضر، 10. حاضر يا علي، شكرا. اختنا ام محمد زي ما حضرتك سمعتها كده يعني متالمه جدا، فكانت بتسال اولا وهي اثناء زيارتها للقبر لابنها ال 13 سنه، ينفع تقول له سامحني او تطلب منه الشفاعه عند المولى سبحانه وتعالى؟ يعني ده هو 13 سنه يعني غالبا لا يجري عليه القلم، بمعنى ان لم يكلف، لان التكليف بالبلوغ او 15 سنه ايهما اقرب يعني. فده يعني عصفور من عصافير الجنه، مش عاوزينك تعيشي الحالة اللي انت فيها دي حضرتك. لا نبص ان هو كان قريب ليا وكأبوه ما تأثرش، الابن ابنه والاب اب والام ام. فانا حضرتك زعلانة كنت بتضربيه عشان الصلاة، او بتضربيه عشان هو راجل طيب كان طيب فانت بتعملي معاه كده. فلا، ده هو ان شاء الله يعني ربنا ضمن لو احنا صبرنا ان ده يكون شفيع لك يوم القيامة. يبقى انت تقولي سامحني، هو هيسامحك لانه ما عندوش ذنوب عشان يعاقب عليها ان شاء الله، لانه مش مكلف. ومن ثم صفحه بيضة هتيجي هتقولي له، انا مش هيقول لك انت عملت فيها حاجه ولا محتاج، هيقول ان انا هسامحك وهيبقى شفيع ليكي يوم القيامه ان شاء الله، بس بشرط ان انت تصبري وتحتسبي، وكل ما تفتكريه تقولي انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله. بس اللي تعمليه، ومش محتاج منك حاجه لانه 13 سنه. طب هنكمل السؤال الثاني بعد الاستاذ احمد لو سمحت لنا مولانا. اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع حضرتك، كان غير المؤذن كان بيأذن، وهو بيأذن ما قالش أشهد أن محمد رسول الله، عداها وقال حي على الصلاة. نسي يعني؟ وقفته قلت له أنت نسيت أشهد أن محمد رسول الله، وقف وعد الأذان من أول ثاني، هل صح ولا كده غلط؟ حاضر. وعاد يعني؟ وخليته وقف ثاني وعد الأذان من أول ثاني. ماشي يا أستاذ أحمد، حاضر. شكرا لحضرتك كده. ام محمد تمام مولانا. وبس احنا الحته الثانيه اللي هي، هل موت الولد بقى ابنها يعني ربنا يصبر قلبها ده سبب ذنوبها؟ دي اجال، لكل اجل كتاب. فبتقول ان شاف حد، تشوف حد تاني ممكن يكون عاصي، ممكن يكون فاسق، ممكن يكون اللي بيعمله وما بيموتش عياله. لا، ما يمكن نقمه، الاولاد يكون نقمه عليه والعياذ بالله. انما انت ربنا رحم الولد وان شاء الله يرحمك بسببه، انما ما نربطش بالذنوب. ليه؟ لاني لو عملت كده هتفضل عقده الذنب الى ان تموتي، وربنا رحيم مش محتاج منك من كده. فانت نعم، خلاص قدر الله جاء، واجل لكل اجل كتاب، هو اجل وجي كده، فانت تحمدي الله على هذا من الله عز وجل عشان انت تاخدي اجر عظيم، وابنك ان شاء الله مغفور له لانه سنه صغير. ناخد اختنا نسمه من البحيره، اتفضلي يا استاذه نسمه. الو الو، السلام عليكم. طب ناخد عبد الغني، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج عبد الغني. السلام عليكم. وطي التلفزيون بس بعد اذن حضرتك، وكلمنا من التليفون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ مجدي، الدكتور مجدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا استاذ دكتور مجدي، صلاه الفائته اجيب مثلا كل يوم مثلا صلاه مع صلاه، ولا اصلي على قد ما اقدر؟
هل قيام الليل احسب من الصلاه الفائته؟ حاضر. نعم حاضر. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني يا دكتور مجدي، هل يجوز دق الطرمبه في المقابر؟ حاضر حاضر وشكرا. ربنا يبارك فيك، ربنا يجعلكم في الخير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. شكرا يا حاج عبد الغني. الاستاذ محمد كان بيسال عن الجماع في نهار رمضان، قال الزوج بيصوم 60 يوم متتاليين. نعم. بيقول ماذا عن الزوجه، عليها صيام ولا كفاره ولا تعمل؟ هو العلماء مختلفين في الرجل يعاشر زوجته في نهار رمضان. فاختلف العلماء هل الكفاره على الزوج والزوجه ام على الزوج فقط؟ الحديث ورد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عليك الكفاره، ان عليه هو الكفاره يعني اني يصوم شهرين متتابعين او يطعم بعد كده، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فاللي جه وده الراجح والمفتى به في دار الافتاء المصريه ان الكفاره الكبرى دي على الرجل وليس على المراه، الزوج عليها فقط القضاء مع الاستغفار. الرجل عليه استغفار وعليه ان يقضي هذا اليوم وعلى الكفاره. فالكفاره هنا هي صوم 60 يوما متتابعه، فان لم يستطع، ونحط تحتيه 1000 خط يعني مش قادر فعلا، يطعم 60 مسكين. وال 60 مسكين يبقى الست معلهاش حاجه. ال 60 مسكين نحسبها قد ايه؟ قال لك اطعام مده عن كل يوم. يعني المده ده بقى ممكن يختلف من 5 جنيه ل 10 جنيه، يبقى حوالي حضرتك ممكن توصل ل 500 600 جنيه حسب المده. والمده ده تقريبا يعني 510 جرام من الرز، نص كيلو وشويه. فلو الكيلو مثلا ب 10 جنيه ب 12 جنيه يبقى 6 جنيه، يبقى 6 في 60 ب 360، حاجه زي كده نطلع 400 جنيه احتياطي يعني. عظيم. كان في سؤال تاني مولانا اللي وصله. بيقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وراء كل بر وفاجر. وحديث صحيح. وهو احنا قلنا الصلاه بالذات مش عاوزين فيها تفريق. الجماعات المتطرفه من سمات الجماعات المتطرفه هو التفريق بين الناس وليس التجميع بينهم. ادي من سماتها وخصائصها ومظاهر الجماعات المتطرفه. يحبوا يخشوا يفرتكوا بين الناس كده، يفتتوا بين الناس، يفرقوا بين الناس، ينبسطوا جدا. انما الاسلام الحقيقي يجمع القلوب ويجمع الارواح ويجمع الناس. فهنا سيدنا النبي قال صلوا وراء كل بر وفاجر، مش كل واحد بقى هنوزنه بمزاجنا، ده بر ولا فاجر؟ فاحنا لو ما قالش كده سيدنا النبي يبقى مش هنصلي الا ورا التقي النقي، ولازم كلنا يعني نجمع عليه. واحد تاني متضايق منه لا مش هصلي وراك، لا صلي وراه، خاصة في هذا العصر إذا كان معينا من قبل مثلا الدولة أو من قبل المؤسسة المسؤولة وزارة الأوقاف، فجه الإمام بيصلي بينا. خلاص؟ ده مش معناه نقول إن الإمام يبقى والعياذ بالله فاسق ولا لا لا لا، مش معناه كده. إنما معناه صلاتك أنت صحيحة، مالكش دعوة بالإمام، هو بر ولا فاجر بينه وبين الله عز وجل. إلا أن يجاهر بالمعصية ساعتها تبقى في أمر تاني ننصحه. إنما غير كده نصلي بين وراء كل بر وفاجر. ليه؟ إنما صلاة فجره على نفسه وصلاته لكم وصلاتكم لكم، يعني صلاتك صحيحة. يجي زي الإمام كده، يجي مش خاشع في الصلاة بتاعته، وإنت خاشع تؤاخذ بعدم خشوع الإمام؟ لا، قال إنما هو وفدكم إلى ربكم، فإن أحسن فله ولكم، وإن أخطأ فعليه ولكم، أنتوا مالكوش دعوة بأي حاجة. يبقى نصلي وراء كل بر وفاجر حتى لا يتفرق الناس. عظيم. أو نفضل نحكم على الناس ده بر وده فاجر وده، لا، نصلي وراء أي حد طالما إن هو وضع في هذا المكان. هنجاوب الأستاذ علي بعد ما ناخد تليفونين الحقيقة من الأستاذ أحمد أو الأحمدان. الأستاذ أحمد الأول اتفضل. ألو. اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا يعني فخور ومعجب بالشيخ مجدي الله يكرمه. ربنا يحفظك. بس لي عتاب واحد بس. تفضل. الله يخليك. انا متعود ان انا بسمع البرامج الدينيه في على طول يعني. ففي شيخ عظيم زي حضرتك يعني افتانا بشيء بخصوص ميعاد صلاه الفجر. اللي هو ان احنا بنصليه قبل ميعاده ب 30 دقيقه. لا هو مش زي بقى، معلش ما تقولش ان هو زي كده، مش زي، معلش. لا معلش معلش. لا معلش. اديني فرصه الله يخليك. اتفضل يا استاذ. لو سمحت.
انا مش بقول خلاص اعتبره زي ما انا يعني هقول لحضرتك معلش مش عشان الخلافات، احنا مش عاوزين نكون احنا ضحيه في وسط ما احناش عارفين نتابع مين. وخلي بال سيادتك ان في حاجه، ان بنسال دايما لو حضرتك فيه مشكله طبيه بتسال الدكتور. صحيح. مشكله بخصوص الارصاد الجويه في الشتاء بنسال بتوع الارصاد. جميل، فتح الله عليك. الراجل اللي اتكلم وقال الكلام ده سال بتوع علم الفلك واتكلم بخصوص، والناس مش هو اللي افتى، علوم الفلك هي اللي افتى. فاحنا دلوقتي وجاب البيانات بتاعته على الشاشه، فاحنا محتارين نعمل ايه، نصلي معاكم ولا نصلي معاه؟ الله يخليك ريحنا بس نعمل حاضر. ايه معلش. طيب يا استاذ حاضر لو سمحت. حاضر يا استاذ اشكرك، شكرا. ما تزعلش منا الله يخليك خالص، بالعكس ده انت جميل وحبيبي على راسنا يا استاذ احمد. الله يخليك شكرا، ربنا يبارك في حضرتك. استاذ احمد نروح للحاج احمد، اتفضل يا فندم. استاذ احمد الو، معانا الاتصال ولا اتقطع يا شباب؟ الو. طب الاستاذ ابراهيم. ايوه يا فندم حضرتك. اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مجدي جزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا في اذاعه القران الكريم دقيقه الفقهيه ايضا، يعني ربنا يحفظك. يعني قد ايه اللي فكر في هذه الفكره جزاه الله خيرا يعني فندم. انا سؤالي لو تسمح لي، احيانا باخد اولادي واسافر في احدى المدن الساحليه فبقطع مسافه طويله باصلي قصرا، لكن احيانا بعد لما اصلي قصر وانزل اتجول يعني احيانا بجمع الصلاه فالاقي مثلا صلاه العشاء جماعه، هل يجوز ان انا اخش اصلي جماعه واعود اصلي قصر بقى في الايام التاليه او في الصلاه التي تليها؟ حاضر. ولا طالما انا نويت القصر حاضر خلاص اصلي منفردا وخلاص؟ حاضر. بس طبعا الواحد بيبقى عايز يصلي جماعه يعني ثواب الجماعه وكده، ما ينفعش عدي جنب الجامع وهو بيقيم، ما بقدرش، عايز اخش وبخش بصراحه اصلي. حاضر حاضر شكرا يا استاذ ابراهيم. نستاذن فضيلتك يا دكتور والساده المشاهدين في فاصل سريع، نعود بعده لاستكمال هذه الحلقه واستقبال تليفونات حضراتكم والاجابه عليها ان شاء الله، ابقوا معنا. صلة الرحم ليه اتقطعت الأيام دي؟ إيه حكم الدين في عصات الشعر؟ حكم الدين في التمثيل. مرحبا بحضراتكم مجددا، مجموعة أسئلة سريعة كده من إخواننا في الشارع، فضلت الدكتور مجدي نستأذنه يجيبنا عليها أولا قبل أن نستكمل هذه الحلقة. يعني بتسأل أختنا الفضلة ربنا يبارك فيها عن صلة الرحم ليه اتقطعت في هذه الأيام؟ الحقيقة ده ملاحظة مولانا فعلا. هو الناس الدنيا خدتها هي تملي حضرتك ودي قاعدة، ليه بترتفع أو بتقل منظومة الأخلاق؟ بتزول أو بترق أو بتضعف؟ بسبب أولا عدم الثقافة الجيدة، ثانيا إن ممكن يكون بسبب معاصي يفعلها الإنسان. يعني كل واحد يقطع صلة الرحم يفتش في نفسه، هيلاقي إن هو انقطعت حاجة كويسة بسبب حاجة سيئة ملت وقته أكتر والعياذ بالله. استغراق في الدنيا، حب الدنيا، إن هو بيحب نفسه ما بيحبش الناس أو بيحب صلة الرحم، فإحنا صلة الرحم انقطعت بسبب هذا أو أي يعني قيمة من القيم. الأمانة قلت ليه؟ الصدق قال ليه؟ الوفاء قال ليه؟ إتقان العمل قال ليه؟ كل الحاجات دي قلت ليه؟ هتلاقي في المقابل غالبا هيكون حب النفس والأنانية، حب الذات فقط، التمحور حول النفس. أنا عاوز ما يقول لك، ما أنا بدل ما أجيب كيس فاكهة لأختي وأروح أزورها أجيب عيالي محتاجين أكتر، مع إن ممكن عياله مش محتاجين فاكهة، ده محتاجين الأكل، طب أروح أزور من غير فاكهة لأختي، فيقطع بقى، لا هيخش بكيس فاكهة ولا هيروح هو يزورها. فاحنا هنا بنقول غالبا الاخلاق الحميده تقل او تضطرب بسبب ان الانسان ينشغل بنفسه اكثر من غيره، لان الاخلاق دي مع الاخرين فلازم اتواصل معهم. فعشان كده بنقول نبطل انانيه شويه، حب الذات شويه والنفس، لو عملنا كده هنصل الرحم وهنكون امناء وهنكون صادقين وكل هذه الاشياء. طيب بيسال الشاب عن حكم قصات الشعر، الحاجات اللي هي الجديدة قصات الشعر لا شيء فيها يجوز إلا
إذا كانت تشكل مثلة بالنسبة للإنسان. شكلك كده بقى إيه؟ دعوة للاستخفاف قدام الناس، يقولوا عليه ويعلقوا عليه يعني كومنتات كده مش حلوة. فليه أنت تعرض نفسك لكده؟ يبقى ليه إحنا نقول إن هي مش حلوة؟ لأنك خالفت العرف. العرف هنا لازم نمشي معاه. يبقى المهم ما تكونش أنت تعمل قصة تبقى مثلة في وسط الناس فيستخفون بك، وبعد ما يستخفون بك بسبب قصة شعر حضرتك هيقعوا في الغيبة وفي النميمة، وشو بقى فيك أنت، فتنتشر الغيبة والنميمة. لذلك قالوا إيه؟ نمشي على المتعارف، أو إن الإنسان يعمل مطبات في دماغه بقى، يقص حتة ويسيب حتة، يقص حتة ويسيب حتة في دماغه كده، فتحس إنها مطبات، وده بيسموه القزع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع ده اللي أنا قلته بالوصف ده كده اللي هو مطبات ده، قالوا بعضهم قال مكروه وبعض العلماء قال حرام. ليه نعمله بقى؟ هو بيبقى شكله كمان، شوف تصور دماغ كده، حته محلوقه وحته لا حته وهكذا، فتلاقي شكلها مش حلو. فعشان كده بنقول انما القصات الشعر دي على الاباحه، وينبغي ان نتبع العرف فيها، وينبغي الا نوقع الناس في ان يسكنون بسوء او بغيبه بسبب هذه القصات، وان نبعد عن القزع، لانه جه في نص عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عمل مطبات في الدماغ كلها كده. عظيم. تمثيل. التمثيل حكمه زي اي شيء. يعني تحكم على التمثيل كده، اوعى نحكم على التمثيل بمضمون التمثيل فنعمم المضموم فنقول ده كله حرام، ده غلط. زي ايه؟ زي اما تيجي الموسيقى زمان، فالموسيقى كان يخالطها مثلا محرمات، فلما يخالطها محرمات الشغله دي كلها الباكج دي كله حرام، فنقول الموسيقى معها حرام. لا، احنا مش عاوزين نكبر الموضوع ويكون هو ممكن يكون حلال، واحنا نقول لا ده معظم بيستخدمه حرام، فيبقى حكم اصل الشيء حرام الاخر. لا، ممكن يكون اصل الشيء حكمه مباح كالتمثيل، مضمونه بقى نخش فيه نقول له ما تمثلش حاجه تهدي الاخلاق ولا تهدي اجتماع الاوطان والانتماء الى الاوطان، او تغذي افكار متطرفه او افكار الحاديه او شيء من هذا. يبقى التمثيل في اصله لماذا هو حرام؟ خلاص. بعض العلماء زمان كان ألفوا ان هو بيقول يكون في كذب، احنا طالعين وبنقول ان احنا ما بنكذبش، ده احنا بنحاكي الواقع او شيئا من الواقع، خاصه في مدرسه الواقعيه مثلا، فبيحاكي الواقع، مش هو اللي عمل، بس بينقل لك الصوره محاكاه كانها مرايه. المرايه حرام ولا اي شيء حرام؟ ابدا. فالتمثيل في اصله ليس حراما. عظيم. وانما كاي شيء، انما التلفزيون الفيسبوك هنقول حرام؟ لا مش حرام، يعني انما استخدامه كان قاعده اللي حلاله حلال وحرامه حرام، يعني الامور طالما متسقه مع القواعد ومع الشرع تبقى حلال، وطالما استخدامه صحيح فهو حلال. عظيم. اختنا سالي كانت بتسال، دي اسئله جات لنا على صفحه الفيسبوك، انا نويت حفظ القران كاملا، وبتقول بدات حفظ، يعني هي بتفترض شيء كده غريب شويه، بتقول لو انا مت وما كملتش حفظ القران ربنا يكتب لي اجر حفظ القران. طيب احنا هنا يعني ده سؤال حلو وكويس ان حضرتك بتجيب اسئله من الفيسبوك عشان نتفاعل مع جمهور الفيسبوك على صفحه قناه الناس، وكل عنده اسئله على الصفحه او يبعت على الصفحه، وان شاء الله الاعتناء في الايام القادمه ايضا هيكون كبير باسئله السوشيال ميديا او الفيسبوك صفحه قناه الناس. احنا بنقول هي نويت حفظ القران الكريم كله، زي اي واحد وصغير مش هو بتاع، بنودي الولد او البنت وفي الكتاب صغير يحفظ، فبعض الاولاد الصغيرين ربنا يحفظ الجميع ممكن ما يكملش حفظ ويجي له اجل الله عز وجل، يبقى ده عذر خارج عن ارادتي لانه الموت بيد الله عز وجل، انما انا كنت ناوي احفظ الولد القران كله، يبقى يكتب له لك ايها الاب لانه هو صغير مات جميل، وله ايضا يكتب حفظ القران كاملا، فنيه المؤمن هنا خير من عمله اذا منعه مانع او عذر، يبقى هي جميله جدا كده، بس ربنا يديها طولة العمر والصحة والعافية، وإن شاء الله تختم القرآن، بس عاوزة تعمل إيه؟ حفلة كده لما تختم القرآن وتطعم المساكين وتفرح الأحباب، عشان ختم القرآن ده حاجة يعني لا يوجد لها نظير. طيب عن قراءة القرآن أيضا، أخونا السيد عز بيقول هل قراءة القرآن المتوفى الثواب يصل ليه؟ وهو القارئ كمان بياخد ثواب ولا لا يا مولانا؟ طبعا إحنا حضرتك يعني لما عشان كده بيقولوا دي مسألة كتير الأسئلة في السؤال فيها. هل يصل ثواب القرآن المتوفى؟ العلماء قالوا لما تقرأ القرآن يصل ثوابه للمتوفى، فعشان كده بتقول ايه؟ اللهم يعني تقبل مني لو قلت ثوابه لفلان، طب وبعدين انت مش هتاخد؟
فقالوا ايه؟ اللهم اجعل مثل ثوابه لفلان. شوف الدعاء يعني اجعل ثوابه ليا في الاصل وتكرما وتحننا وتفضلا واحسانا منك يا رب اجعل مثله لهذا المتوفى. ربنا كريم طبعا. فيجعل هذا فيصل ان شاء الله. طيب نرجع للاسئله اللي جات لنا عبر التليفون يا مولانا. الاستاذ علي كان بيسال عن الصلوات الفائته، بيقول فيما يتعلق بالفجر الفائت يعني والسنن المؤكده، صلاه الفجر الفائته. علي جميل ده سنه صغير الشاب يقول هل اصلي مع 10 سنين ولا اصلا لسه يعني جميل. مش مكلف طبعا. بيقول هل اصلي مع السنة يعني يعني اقضي السنن الراتبه. السؤال بتاعه بيقول هل اقضي السنن الراتبه مع كل صلاه، يعني فاتته صلوات الظهر والعصر كتير سنوات ماشي او شهور او ايام كتير، هل يصلي مع كل ظهر السنه القبليه والسنه البعديه؟ المهم ان احنا نصلي نقضي ما علينا من الفوائد، ما نقضيش هذه الرواتب، لان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السنه الرواتب قضيت مش بتاعت امبارح او اول امبارح، لا فاتته سنه الظهر مره افتقرها وصلاها سنه بعد العصر. فالسيده ام سلمة على ما اظن رضي الله عنها ام المؤمنين امنا قالت له هل هناك صلاه بعد العصر يا رسول الله؟ قال انما هما ركعتي الظهر نسيتهما، وفد بني فلان جاري فشغلني عنهما فهصليه. وشو بيقضيه؟ فقضاهم، بس ما يكون ايه يعني صلاة اللي قبل كده على طول اقضي بتاعه، انما نقضي ما فاتنا من الصلوات التي علينا ولا ننشغل بالرواتب. عظيم. استاذ احمد بيقول ان هو رد المؤذن لانه نسي وهو بيؤذن اشهد ان محمدا رسول الله بعد اشهد ان لا اله الا الله، وطلع الحي على الصلاه على طول. انا عاوز عاوز اعرف هنا المؤذن هنا معلم، يعني ايه بيعلم الناس بدخول الوقت ومؤتمن. خلاص قالوا المؤذن مؤتمن والامام ضامن. شوف الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهو، المؤذن مؤتمن يعني الوقت خلي بالك منه بالظبط وقول الكلمات بالظبط. فهو مشي قال اشهد ان لا اله الا الله، ما قالش اشهد محمد رسول الاثنين، وقال حي على الصلاه. نستأنف بعد ما دخلنا حي على الصلاه نرجع نقول اشهد ان سيد ان اشهد ان محمد رسول الله ونكمل، انما هو بقى راح قال لك ايه بالمره جيبها من الاول، ما عشان الناس اللي سمعاك بره ما يحصلش لها تشويش واضطراب. انما لو قلت ما فيهاش حاجه، الاذان صحيح لا شيء فيه، انما نحاول ان نحافظ على الناس الذين يسمعون. طيب قبل ما نجاوب عبد الغني هناخد الاستاذ ناصر. اتفضل يا استاذ ناصر. الو فصل. طيب اخونا زينب، الحاجه زينب او مدام زينب، اتفضلي يا فندم. ايوه اتفضلي. الو اتفضلي، سامعين حضرتك يا فندم. نقول السؤال يا الشيخ سامعك. سؤالك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ممكن والله اسال الدكتور ماجد سؤال بالنسبه لزكاه الماء. طبعا اتفضلي. لو سمحت يا دكتور الله يكرمك يا رب، انا هل ندي زكاه الماء لابني نساعده بيها؟ يعني ابني غير متزوج نساعده بزكاه المال بتاعتي؟ هو ولا ما يصح ما يزيدش يعني؟ حاضر. سؤال في حاجه ثانيه يا حاجه زينب؟ من فضلك والله ممكن تليفون الدكتور مجد. خليكي معانا حاجة زينب، وفضلت الدكتور مجد هيجاوب حضرتك. شكرا جزيلا. مدام نادية او الحاجة نادية اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لو سمحت، في القرآن الكريم قال تعالى ويسألونك عن العفو، كيف يكون العفو انفاق دكتور مجدي؟ نعم. كل سنة طيبين. طيبة وحضرتك طيبة. ويسألونك ماذا ينفقون. الحاج عبد الغني كان بيسال عن كيفيه اداء الصلوات الفائته، بيقول كل يوم صلاه مع صلاه ولا يصلي على قد ما يقدر، وهل قيام الليل ينفع يحسب من الصلوات الفائته؟ لا، هو حضرتك بصلاه الفائته لو فاتتنا كتير احنا نعملها عمليه حسابيه، هل مع كل صلاه صلاه ولا ما استطيع ان اقضيه ما تستطيع ان تقضيه؟ يعني لا، احنا عمليه مع كل صلاه صلاه اجراء ترتيب نظام فقط، انما انا اقدر اصلي مع كل صلاه صلاتين ثلاثه، اصلي يوم بحاله. بمعنى ايه؟ عليا 20 سنه فانا اصلي صلاه الصبح واصلي وراها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ادي خلصت يوم من اللي عليا. اصلي صلاه الظهر هعمل نفسي حل لو قدرت وما تعطلكش عن الشغل، انما مشغول وبنعمل فقلنا نرتب مع كل صلاه صلاه ونقول يا رب، ونكون فاضيين يعني ما نكونش فاضيين بقى، انما لو فاضيين نصلي ونقول يا ربي انا ناوي ان انا اخلص ما عليا. وشوف ان هنا ليه حتى اذا جاء الاجل تقول انا كنت ناوي اخلص اللي عليا، بس ما اكونش قاعد بقى 20 ساعه على الفيسبوك او على الواتساب وسايب الصلوات اللي عليا. لا،
لذلك من فاتته الصلاة يستغفر عن تأخير الصلاة عن وقتها، وبعد ذلك يجب عليه قضاؤها. يبقى حضرتك ممكن صلاة مع كل صلاة حسب الوقت بتاعك أو أكتر من صلاة، جميل جدا. طيب قيام الليل يتحسب من الصلاة الفائتة؟ لا، الصلاة الفائتة دي نية لوحديها، ولذلك قلنا ممكن نصلي الصلاة الفائتة بالليل ونخلي ركعتين بس قيام ليل مع ركعة وتر بس، يبقى انت كده جمعت بين الحسنيين. عظيم. ناخد ام مصطفى ونواصل الاجابات يا مولانا. يا ام مصطفى اتفضلي. الو، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ شريف؟ ازي حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. اتكلم بس مع فضيله الشيخ. الشيخ سامعك، اتفضلي يا ام مصطفى. يعني في مكان فيه طفل مدفون، ينفع يتربط فيه مواشي؟ في طفل ايه يا فندم؟ مدفون. مدفون طفل صغير ودفنينه يعني في مكان، وجود الوقت اصحاب البيت هيجي يعمل يربطوا فيه مواشي. حاضر يا ام مصطفى. ناخد اختنا جميله. استاذه جميله، الو، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك عايزه اكلم الشيخ عاشور. الشيخ سامع حضرتك. طيب هو انا بس كنت عايزه اسال حضرتك، هو انا في خلاف ما بيني وما بين اخويا الكبير، خلاف جامد قوي، وانا وخصماه مثلا بقالي فتره طويله، بس انا نفسيتي من ناحيته مش مرتاحه خالص، ومش بقدر اكلمه، يعني مش قادره اكلمه، وهو اذاني نفسيا كتير. هو انا عصبيه جدا بس هو اذاني نفسيا كتير قوي من ساعه ما والدي توفى، وهو بيأذيني جامد، يعني لحظة بيضربني، ويعني على ما يعني بقيت احبه يعني، بس صعبان عليا ان انا بخصمه عشان مستحرمه يعني. انتوا عايشين مع بعض يا جميله؟ انتوا عايشين في بيت واحد؟ هو يعني كده موجودين مع بعض. ووالدتك وفي اخوات تانيين او حاجه؟ لكن يعني لسه ما اتجوزتش. مين اللي بيصرف عليك يا جميله؟ معيش والدي يعني، ووالدتي معايا. مش اخوكي يعني؟ انا مش محتاجاه ماديا، بس انا كان نفسي بقى يعني هو معايا كاب بدل ابويا، يعني بعد طبعًا ما ابويا توفى. بس طبعًا هو يعني ضربني بعد ما ابويا توفى مثلا باربع شهور غير. طيب كده انا والدي عمره ما مد ايده عليا غير يعني بسيط جدا، وكان يعني بيعززنا جدا، هو عمل غير كده خالص. هو جنبك يا استاذه جميله؟ او اخد معاشي، اخد ورثي، واخد كل حاجه، ومع ذلك انا فضلت اكلمه يعني، فضلت مصالحاه، بس هو بقى يعمل حاجات يعني انا عصبيه يعني جدا، وبعلي صوتي وبزعل، بس مش لدرجه اللي هو بيعمله. انت هو مش جنبك؟ هو مش جنبك. هي والدتي اللي جنبي. طيب حاضر، كويس ان والدتك جنبك. فضلت الدكتور مجدي ان شاء الله يعني يقول لحضرتك الحل الامثل. بيجي عليا رمضان وبيجي عليا العيد وكل ده، وانا ما بكلموش، بس بيصعب عليا يعني. طب هو ما حاولش، هو ما خدش مبادره خالص يحاول يعني يطبطب عليكي كده؟ انا صالحته ساعه كنت هتخطب يعني وكده، وصالحته ساعه لما كان اهل خطيبي موجودين عشان ما يبقاش شكل وحش قدامهم. جه بعديها باسبوعين مثلا كده راح اتخانق معايا تاني، وقال لي انا اصلا ما كنتش عايزه اكلمك، مش عايزه اصالحك. هو بيشتغل ايه يا جميله؟ هو مدرس. مدرس؟ مدرس. مدرس هو اخلاقه كويسه جدا مع الناس كلها، يعني هو محترم بصراحه يعني كويس، والناس كلها بتحبه، وانا كنت بحبه يعني، بس دلوقتي بقيت شايله منه. لا انت بتحبيه بس واخده على خاطرك شويه وزعلانه. طيب حاضر يا استاذه جميله، خليكي متابعانا ان شاء الله. حتى لا يدركنا الوقت يا مولانا. الاستاذ احمد. لا، الحاج عبد الغني كان بيسال عن دق طلمبه ميه في المقابر، يجوز؟ هو دي فيها شقين، شق اجرائي قانوني وشق شرعي. شق الاجرائي القانوني ما يكونش مخالف الاجراءات القانونيه. الشق الشرعي الميه لا تضر هذه المقابر، بحيث تتسرب الميه تحت عند الموتى، فيكون في ميه تحت، او الحيطان تبوش، او المقابر تتهدم، او يعني يحصل فيها مشكله في المقابر. فاذا كانت انتفت هذه الامور مش هيحصل مشكله، ولا تتسرب ميه، ولا تكون اذى للموتى تحت، ولا للتربه بتاعتهم، ولا مخالفه قانونا، فما فيش مشكله. عظيم. الاستاذ احمد، الموضوع ده كان اثير قبل كده مولانا، فكره موعد صلاه الفجر، وبيقول انه في حد اتكلم واستعان بحيثيات وبدلائل من
هيئة الأرصاد الجوية أو مركز العلوم الفلكية. أنا ما أعتقدش أنه في مكان في مصر يتكلم في هذا الأمر دون الرجوع للأزهر ولدار الإفتاء. هو حضرتك عشان بس نعرف المسألة ودي درست كثيرا. يعني ما جت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف مسألة ميقات صلاة الفجر وخاصة صلاة الفجر عايزين يشككونا في كل حاجة، هيشككونا في الصلاة وفي الصيام وفي كله اللي احنا متورثينه كابر عن كابر وجيل عن جيل، مش جيل ده كل الناس عن كل الناس، وبيشككونا فيها. قال يعني الصلاة بتاعتنا من 1906 وما قبل ذلك صلاتنا كلها خطأ، صلاة الفجر ومن ثم صيامنا كمان كان خطأ. مش خطأ هم قالوا بعديه، يعني احنا قلنا خطأ ما عشان كده ما قلتش باطل، عشان بيقولوا الصلاة بتاعتهم هم بعد كده بتلت ساعة صلاة الفجر. فحصل ان دار الافتاء المصريه جلست جلسات كتيره والازهر الشريف مع معهد الفلك ومعهد المساحه، فالاثنين ممكن يكون في شخص ماشي مع احترامنا للكل ان بيقول براي هذا الراي، ومعظم اللي جالسين بيقولوا براي فردي تماما، ده قرار جماعي براي فردي والراي الجماعه مبني على اسس. واحنا في دار الافتاء رجعنا لكتب قديمه، والراجل الايطالي او الالماني سنه 1906 وخرج في الصحراء ويعمل كل الحاجات دي، واسسنا من 1906 بيحصل ايه لحد دلوقتي، وتتبعنا هذا والازهر الشريف قام بكده، وجدنا ان عندنا الامور دقيقه في الحسابات. يجي بقى انسان عاوز، ما هو ده بقى اهو عاوز يخرج الناس عن المالوف الذي الفوه ويعمل غربله للمجتمع، وده مش التدين الصحيح. التدين الصحيح لا يشككك فيما استقررت عليه منذ ازمان بعيده مع توفر العلماء في جميع التخصصات. انا بقول بقى مش ايه يعني لو على بدعه، احنا ما بنتكلمش على بدعه دلوقتي، احنا بنتكلم على صلاه الفجر بصلاة الناس كلها، وان معهد الفلك من زمان بيتكلم فيها وبيطلع لنا نتيجه كل سنه حضرتك، وفيها دي من هيئه المساحه، يعني خطأت هيئه المساحه ومعهد الفلك، وممكن يكون في واحد بس اللي بيقول بكده، وخطأت ومعهد الفلك استعان بعلماء الشريعه، لان احنا عندنا كتاب مواقيت الصلاه متعلمينها في الفقه وفي شروح كتب السنه، واجتمعوا كلهم يقولوا صلاه الفجر في مصر منضبطه. اجي انا بعد كده اقول عشان واحد يشوش، وبعدين ايه؟ عاوز يبقى ليه بوق عالي وصوت عالي عشان يشوش على الناس صلاته. لمصلحه من هذا ان نشوش على الناس عبادتهم لمده تزيد عن قرن عن 100 سنه؟ لمصلحه من؟ في مصلحه. المصلحه هو ان في يد خفيه بتغربل هذا الامر. فلو سمحتوا لا نتكلم في هذا الامر، عشان حضرتك اللي قلت لي ده شيخ، وانا يعني قلت لك زيك، قلت لك لا ده مش زيي، لان انا اتبع مؤسسه محترمه عريقه نعم ودار الافتاء والازهر الشريف والحديث ولا يقولني بهذا. الاستاذ ابراهيم بيسافر يعني ما بيكون بيقصر الصلاه، احيانا بيكون في جماعه عاوز يعني ياخد ثوابها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا اشكره الاول على متابعته لقناه الناس ولاذاعه القران الكريم ولدقيقه فقهيه، وربنا يعني يجعلها خالصه لوجهه الكريم. طب احنا جاء علشان نوضح الامور، جائز لنا ان نقصر الصلاه ونجمعها في السفر، جائز مش لازم على المذهب المختار. طيب وهل لازم اقصر كله؟ ما قلتش لازم اهو، لذلك اصلي اتمام زي ما انا عاوز، اقصر زي ما انا عاوز. من السنة إذا دخلت صليت جماعة مأموما مع الإمام يعني أن تتابع الإمام في إتمامه الصلاة عظيم، فتتم معه زكاة المال، وبعد كده ترجع تقصر ما فيش مشكلة. حاجة زينب بتدي لابنها من زكاة المال للمحتاج؟ إحنا زكاة المال عندنا لحد دلوقتي في دار الإفتاء المصرية الأصول لا يعطونا الفروع، فالأم والأب ما يعطوش أبنائهم. ليه؟ لأن في خشية كبيرة حتى لو لم يجب عليها الإنفاق على هذا الولد أو هذا الشاب، إنما في خشية كل واحد هياخدها تكأة من باب سد الذريعة، تكأة كل واحد هيدي فلوسه لعياله عشان يعيش مستوى حلو، والفقراء يضيعوا ما ياخدوش حاجة. فعشان كده بناخد بالقول أنه لا يجوز إعطاء زكاة الأصول لفروعهم وبالعكس. الحاجة نادية بتسأل عن آية ويسألونك عن العفو كيف لا أقول ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ قل العفو. العفو هنا يعني الزائد من الأموال، يبقى التفسير الصريح في هذا الأمر أو اللي ورد فيه عند العلماء في كتب التفسير، العفو الزائد عن مالك بتسميه عفو، خلاص؟ لذلك إيه؟ بيعفو عنك، يعني يزيد عليك فضلا فيعفو عنك، يبقى العفو بمعنى الزائد من مالك فأنفقه، خلاص؟ يبقى إيه؟ قل العفو. وبعضهم قال بقى بعض أهل الإشارات قل العفو يعني أعفو عمن ظلمك. الانفاق ده اجمل، بس ده شيء معنوي انا اهو، يعني من ظلمك تعفو عنه، ده اجمل انفاق. نعم. ام مصطفى بتقول في طفل كان مدفون وعايزين يعني يستخدموه زي حظيره مواشي يربطوا فيها المواشي جنب هذا المدفن او قريب منه، يعني يجوز؟
لا احنا انا بس هنا يعني، واحنا دافنين الطفل في مكان في مش مقابر، ده غير صحيح كده. ليه؟ لان الناس في الاصل في المقابر ان تحترم، تكون في مكان وحدها. الاصل ان المكان اللي دفن فيه انسان بيبقى واقف على هذا الانسان بتاعه، ما حدش يقرب منه. فانا اعمل جنب المقبره بتاعت الطفل، اجيب مواشي احطها تتبول وتعمل وتنزل تتغلغل عند الطفل، فهذا الامر ده قانونا وشرعا في مشكله، خاصه اذا كان هذا الماء او هذه الاشياء من الحيوانات. يعني لا نكرم الانسان؟ احنا الانسان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكرم الانسان ميت كاكرامه حيا تماما. يبقى هذه المساله لا تجوز بهذه الطريقه. وقتنا خلص يا مولانا، لكن نصيحتك لجميله واخوها ربنا انا جميله يعني ربنا يعينها، ويعني هي جميله بالفعل. ليه؟ لانها عاوزه تصالح اخوها. ولانها بتبكي لو دي البنات بقى ورقه البنات وجمالها، بس يا ريت واخذ ميراثها كمان، يعني بدل ما يكون هو ابوها يكون ضدها ويستضعفها وبعدين يضربها. انت لا تستطيع ان تضرب زوجتك، فكيف تضرب بنتك اختك او اختك؟ يعني هي عصبيه ممكن بتضايقه شويه، فانا بقول لك انت بس اللي عليكي قللي من العصبيه شويه، ووالدتك تخش في الموضوع تصلح بينكم ونجيب الناس، عشان ما فيش بين الاخ والاخت الا كده، يعني الصلح. لان الدم عمره يعني بيقولوا ما يهدر، الدم عمره ما يتغير. فعشان كده بنقول يعني، او بيقولوا في المثل يعني سكنه الاهل بارده، يقولوا كده يعني ما اقدرش اخش في اخويا او ابويا او امي او اختي او شيء من هذا. الفضل البريء بالسلام. فانا يعني عاوزين يعني ابدا انت بالسلام، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. انت اتملي تكلميه. ليه؟ مش عشان احتياجك دي، لا، عشان ده اخوكي. وهو لما انت تعملي كده كتير وتقولي له انا كنت فاكراك هتعمل زي ابويا، ما تقولوش كنت فاكراك، قولوا انا عاوزك تبقى انت ابويا بس من غير ضرب. قولوا ابويا ما كانش بيضربني، فتضربني ليه؟ فبالراحه كده مع والدتك تخش في هذا والكبار ان شاء الله، وتبدا انت في كل مره. وانا طبعا زعلان منه عشان حكايه الضرب دي، ازاي يضرب اخته وازاي يعملها والميراث كمان وميراثها، ازاي ياكل ميراثها وكل هذه الاشياء. يعني ارتكب اثاما على اثام. بس عاوز اقول لك مع كل ده سيدنا النبي قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام او ليالي، يعني يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا مش هكلمه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هو ده احسن حاجه. وانت عماله تشتغلي في عدات حسنات وانت مش حاسه ما شاء الله. والسلام في الختام. شكرا جزيلا لفضيله الدكتور مجدي عاشور لفضفوك، وشكرا لحضراتكم، وغدا لقاء جديد وفتاوى الناس باذن الله. الى اللقاء.